أشكرك لأن أنت قلت لنا هذا يا رب عشان تعلمنا مرة تاني تدينا من كلام الحياة الأبدية يا رب. إحنا نغير كلامك أموات يا رب، إحنا نغير كلامك ضعفاء، نغير كلامك يا رب جعانين يا رب وما فيناش أي فايدة يا رب. من فضلك النهاردة املانا بكلامك، ثابتة فيكم وأنتم أقوياء واغتلبتم الشرير يا رب. لما كلامك يملأ قلوبنا حنكون أقوياء يا رب، حنقدر نواجه التحديات بتاعت العالم، نواجه الصعوبات، نواجه الهموم، نواجه الأحزان يا رب بقوة كلامك. لما نستند على وعودك الصادقة الأمينة الموجودة في كلامك يا رب، احنا حنقدر نغلب الشرير يا رب. فكرنا دايما بقد ايه كلامك مهم، ده هو السيف اللي احنا بنحارب بيه عدو الخير يا رب. في هذا المساء تعالى يا رب وكلم الينا يا رب وعلمنا يا رب مره تانيه، كلنا يا رب اشتياق ان نسمع كلمنا عن القصص وقلنا انه القصة هي مش سيرة ذاتية لشخص، لكن الكاتب بيقتبس بعض المواقف والتحديات من حياة الشخص عشان يدينا فيها درس، مش كده؟ وضربنا مثال قلنا عندنا مثلا حياة إبراهيم بدت من عمره 75 سنة وما عندناش تفاصيل عن كل حياته. برضو عرفنا إنه حياة داود تلاقي إنه في واحد إنه في كاتب مثلا كاتب صموئيل الثاني يذكر لنا حادثة زنا داود، لكن كاتب أخبار الأيام الثانية لا يذكر حادثة سيدنا داود، وده مش معناه إن هو بيلغيها أو بيتعارض معها أو ينفيها، لكن لأن الحادثة دي لا تخدم غرض الكتابة بتاعه. هو عايز يثبت إن داود هو الملك الحقيقي اللي بحسب قلب الله، وإنه ده أول ملك وهو امتداد لكل الملوك إلى أن يأتي المسيح. فبيركز عن ملك داود كتير أو إنه إزاي كل الأمم تقدر تخضع لي لمن هو ملك. ونفس القانون ده تطبقه على روايات الإنجيل، لأنه في الآخر هي قصص، مش كده؟ هي قصة حياة وتعاليم الرب يسوع المسيح، هذا هو الإنجيل. وكل إنجيل قلنا اختار مواقف معينة تخدم غرض الكتابة، مش كده؟ وشرحنا ده بطرق كتيرة زي حادثة المرور اللي شهدوا تفاصيلها 4 أشخاص وكده وكده وكده. وقلنا إنه متى كتب عن المسيح كملك، مرقس كعب، اوعوا تنسوا الأربع حاجات دي، مرقس كعب، لوقا كتب عن المسيح كإيه؟ يوسف المسيح كخادم، عبد أو خادم مرقس كإنسان بالظبط، يوحنا يكتب عن المسيح الله الظاهر في الجسد بالظبط. متى كتب لليهود؟ مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونانيين، ويوحنا كتب للناس اللي قبله من الثلاث فئات دول عشان يرد على هرطقة المسيح اللي كانت بتقول ان المسيح مش انسان، سوري هو مجرد انسان مش الله بالظبط وهكذا. عشان كده عندنا انجيل واحد خبر صار واحد، لكن عندنا لهذا الخبر 4 تقارير ل4 جهات مختلفه. قلنا فهمنا وادراكنا انه في 4 روايات وكل واحد
بيوصف المسيح من زاوية معينة يحل لنا مشكلة مرقس 13 32. أما ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بها أحد ولا الملائكة ولا الابن إلا الآب وحده. أوكي؟ طب إزاي لما هما واحدة بها الآب والابن؟ أشكرك. إحنا قلنا أو أول رد إنه الآية دي مذكورة في مرقس بس. لو رحنا لمتى هنلاقي نفس الآية دي كويس؟ بس كلمة ولا الأب مش موجودة. ولا الابن. سوري ولا الابن مش موجودة. ليه؟ روح الله قال لمتى ما تكتبش ولا الابن. لأنها لا تتفق مع غرض الإنجيل. غرض الإنجيل المسيح كملك. المسيح ملك هيجي يدين الناس، فمش ممكن يكون مش عارف الساعة اللي هيجي يدين فيها الناس. فدي ما تتماشاش مع غرض الإنجيل ده. تتماشى مع إنجيل مرقس، لأنه العبد لا يعلم ماذا يعمل صاحبه، زي ما قلنا في يوحنا 15. وقلنا كمان إنه المسيح ما سلكش أو ما كانش بيسلك باللاهوت بتاعه غير في مرات قليلة جدا. انتقاها لنا يوحنا وحطها لنا في الإنجيل بتاعه، لكن معظم المعجزات اللي عملها المسيح كانت مواهب للروح القدس. ليه؟ يعني مثلا إقامة واحد مثلا مشلول، التلاميذ أقاموا، بولس أقام، عندك طبيسة وعندك أفتيخوس الورق من الشباك كان بولس بالظبط. كويس؟ فعايزين نقول انه المسيح ليه عمل كده؟ كويس؟ ليه كان بيخفي اللاهوت بتاعه في معظم الاحيان؟ عشان ينفع يكون مثال لينا، عشان هو قال للتلاميذ الاعمال التي انا عملتها تعملونها واعظم. كويس؟ فهو لو كان كل حاجه بيعملها اللاهوت يبقى ما ينفعش ان احنا نقتدي بيه. يعني لما يجي ابليس ويجربه يعني، وانا اقول ما ده الله، ما طبعا لازم ينجح في التجربة. وتيجي تشجع واحد تقول له يا أخي اثبت في التجربة وكده، المسيح ثبت في التجربة، أما أنا مين والمسيح مين؟ المسيح ده الله. كتير قوي بنسمع الجملة دي، اغفر لأخوك زي ما المسيح، زي ما المسيح عمل إيه؟ غفر للناس اللي صاروا، يا عم ده المسيح. تعلموا مني أنا المذيع والمتواضع القلب، تاركا لنا مثالا، ده كان شعار في المؤتمر اللي فات، بالظبط، تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. كويس؟ وقلنا كلمة مثال هي زي العيال الصغيرين بتجيبوا لهم الحروف بتاعت الألف أو ب، بيحطوها لهم شكل نقط، يقولوا له امشي على النقط ديت، أو انقل زي الحرف ده هنا ألف، اكتب ألف تحتها انقل زيها بالظبط. تاركا لنا مثالا، يعني زي اللي انا شرحته ده دلوقتي مثال، احنا نعمل صورة طبق الأصل منه. اوكي؟ فالمسيح كويس كان في مرات قليلة زي ما قلنا بيستخدم اللاهوت بتاعه، يعني مثلا يا ابنة مغفورة لك خطاياك، خلاص دي ما فيش حد يقدر يعملها غير الله. عشان كده اول ما قالها اليهود بصوا لبعض وقال لك ايه؟ قد جدف على طول. من يغفر الخطايا الا الله، الا الله واحد. اوكي؟ تمام؟ فالمسيح هنا كان بيتكلم كعبد، كانسان. كويس؟ انسان يعني مش عارف كل حاجه. هو هنا مش عايز يستخدم امتيازات لاهوته، زي ما بيقول في فيليب 2، الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب نفسه رفوسا ان يكون معادل الله، لكنه عمل ايه؟ اخلى نفسه. اخلى نفسه دي يعني قلع المجد بتاعه، يعني عارفين الروب الملوكي ده اللي كله جواهر وكده، امتيازات اللاهوت دي قلعها، نازل عنها، وجي اخذ صورة عبد. اوكي؟ طيب. تتابع القصة في العهد القديم
بيمشي بالصوره ديت كويس، انه بيكون عاده صور الخلف مش واضح، بيكون عاده في مقدمه او خلفيه عن الشخص اللي احنا رايحين نتكلم عنه، يعني مقدمه عن ابراهيم او مقدمه عن عزرا كويس، خلفيه عنه يعني. وبعدين بتبتدي تحصل للشخص ده مشكله، والمشكله يحصل لها ايه؟ تتفاقم لغايه ما توصل ايه؟ ذروه. بعدين يجي الحل، بعدين الخاتم. مثلا خدوا مثلا قصه استير، يدي لك مقدمه استير ومردخاي وعايشين وكويسين ومش عارف ايه، لغايه ما جه فتره مردخاي رفض انه يسجد لهمان. هنا بقى حصلت مشكله، صح؟ والمشكله ابتدت تتفاقم، انه الراجل ده امر بموت اليهود، والان احمل كده انه الملك رقاه لغايه ما بقى الرجل الثاني في المملكه. وبعدين هنا في القمه حصل ايه؟ عمل يعني كلم السحره ودول، حدد مواعيد خلاص هو هيبيت فيها اليهود، وطلع مرسوم واتختم. هنا دي القمه. ايه اللي حصل؟ يعني ممكن في قمه اعلى من كده برضه، انه مردخاي حطها في الصليب، راح ل استير وقال لها ادخلي لنا للملك. فالقمه بقى ان هي قالت له الملك ما دعانيش ادخل لزي. هنا بقى كل الامال تتحطم لغايه ما ابتدى في نور بصيص يظهر. قالت له طيب انا هدخل، اللي يحصل يحصل. دخلت وقابلها، مد ليها القضيب، وبعد شويه عملت معاه وليمه والوليمه الثانيه، ومسكوا هامان وعلقوه في الخشب اللي كان عاملها ليه مردخاي. وابتدت المشكله تنزل، وبعد كده اليهود دافعوا عن نفسهم وهكذا. مشكله ابراهيم، ناخد مثال ثاني. ابراهيم مشكله ابراهيم كانت ايه؟ الخلفه، مش كده؟ طيب الراجل ده ما بيخلفش، تمام؟ تفاقمت المشكلة ان هو كبير، صار كبير. المشكلة تفاقمت حل. زيادة شافوا حل انه قالوا طيب نساعد ربنا. سارة فكرت قالت طيب نساعد ربنا، ده انا ما فيش فايدة مني نساعده، نخلي هاجر تتجوز ابراهيم. طيب جاب الولد اسماعيل. المشكلة تفاقمت زيادة، ربنا قال له لا، عهدي ليس معك يا ربي. طيب وبعدين جبنا الولد، المشكلة ما اتحلتش، لأنه بعديها على طول قال له اطرد ده. ده في إصحاح 21 وإصحاح 22 قال له فضلك قدمهولي. هنا بقى احنا وصلنا هنا في القمة، لما ابراهيم رفع السكين على ابنه وحيده حبيبه لغايه ما فجاه جه الحل، الملاك. انتوا عارفين بقى القصه. وهكذا يوسف، ايوب كويس، يوسف اتباع عبد، من العبد راح السجن، من السجن ساق نسيه. فالمشكله ماشيه متفاقمه، نسيه سنتين، الساقي نسي يوسف سنتين لغايه ما فرعون حلم، وبعديها ابتدى الحل. اوكي؟ وتقريبا كل القصص اللي في الدنيا بتمشي بنفس الطريقه، حتى الافلام اللي انتوا بتحضروها واخدين الفكره دي. لازم العقل. ويعقدها لك لغايه ما انت تكون خلاص تكون عايز تقوم من الفيلم يعني. بعدين فجاه كده حل. تطلع حل. كويس؟ هم كلهم بينقلوا من هنا. والله يهندس. كويس؟ طيب. قواعد دي كده خلصنا القصص. ندخل على القواعد التفسيرية بتاعت الأمثال القصصية. كويس؟ اللي هي الأمثال اللي بنسمعها كتير في روايات الإنجيل. إيه هو المثل؟ هو عبارة عن قصة من واقع الحياة اليومية لها معنى روحي. خرج الزارع ليزرع.
رمى هنا ورمى هنا ورمى هنا وهكذا. إنسان عنده ولدين، الصغير قال له أنا عايز الميراث، خذي دي أمثال. المثل يعلم شيء واحد ويوضح حق واحد ونقطة أساسية واحدة، خلوا بالكم في الحتة دي، وإن كل ما يستخدمه المثل من توضيحات هو لشرح هذه الفكرة الواحدة. معايا؟ عادة المثل إيه اللي بيجيب المثل؟ إن في واحد بيسأل سؤال، من هو قريب؟ قال له أنا أقول لك من هو قريب، إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا. هو هنا الهدف من المثل يعمل إيه؟ يقول لك بالظبط، يجاوب على سؤال الراجل. عارفين إحنا عشان ما بنخليش بالنا وبنقرا كده ومش عارف، ويجي الوعاظ يدونا في القصة دي دروس كويس؟ لا يدوا خيالات مش يعني مثلا يقول لك السنتين دول 2000 سنة بالظبط، ولما قال له الفندق، الفندق ده العالم بالظبط، وبعدين المسيحية دي مش كده خالص. الفندق هي العالم؟ كده انا اوريكم التفسير اللي انا سمعته. هو هنا احنا قلنا هو يعني بيجاوب على ايه؟ كتير بالظبط، بيجاوب على من هو قريب. خلاص القريب من حسب القصة دي هو مين؟ احنا قلنا الراجل ده جه معدي جنبه كاهن ومره لاوي ومفيش حد سأل فيه. مين اللي سأل فيه؟ السامري. السامري، السامري اليهود يشتم السامري، ففي عداوة وهو المظلوم. السامري لما جه معدي راح عمل ايه؟ اتحنى عليه، وانتوا عارفين القصة. من هو قريبي حسب القصة دي؟ الذي يصنع معه الرحمة. أيوة، اللي هو عدوك، قريبك في المسافة، جارك. أنت ماشي لقيت واحد واقع في الشارع، ده اتضح إنه تحب قريبك كنفسك، يعني تحب الشخص القريب منك في المسافة. السامري هو مخصوص ظبط المثل ده عشان يجيب لك اتنين لا يمكن إنهم يتلموا على بعض تاني خالص، بعيدين جدا وفي عداوة بيناتهم. بس قريبك في المسافة، اللاوي والكاهن اللي هم قرايبه فعلا ما اكترسوش انهم يساعدوه. اللي ساعدوا اللي مفيش صلة قرابة بينهم وبين بعض. تمام؟ فهو ده الدرس. كويس؟ التفسير بقى اللي احنا بنسمعه بقى في المنبر يقول لك بص، الحمار السامري الصالح ده رمز المسيح، الحمار رمز المؤمن، هو اللي بيشيل المسيح يقدمه للناس. كويس؟ هو كده كويس؟ ويقول لك الحمار عنده مش عارف قدره تأمل ده ولا تفسير؟ ما هو 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 ده المفروض انه تأمل، المفروض انه تأمل، ده مش تفسير يا جماعه. كويس؟ يعني انت لو عايز مثلا تتأمل وتجيب حاجات حلو، بس ده مش تفسير بتاع النص. عشان تجيب تفسير النص لازم تلتزم بالقرينه والسؤال اللي اتسأل في الاول وكده. ويقول لك صب عليه خمر وزيت. خلاص؟ الخمر رمز دم المسيح زي العشاء الاخير، جاب عنب وقال لهم هذا هو دمي، والزيت روح القدس. خلاص؟ خمر ما واللصوص كويس؟ اللصوص هما الارواح الشريره. كويس؟ فهو بعد ما المسيح عالج الجراح بتاعته حطها فوق المؤمن وقال له خد وديه للفندق. الفندق هو الكنيسه، صاحب الفندق هو اسيس الكنيسه. الدينارين هم الألفين سنة، دي صحيح أنا سمعت. خلاص؟ وقال له إيه؟ إذا صرفت أكتر متى رجوعي أوفيك؟ واخد بالك؟ فإحنا دلوقتي في الأكتر، إحنا بقالنا 13 سنة أكتر يعني 14 سنة أكتر. واخدين بالكم؟ في ناس بتعمل كده. يعني أنت كده ظلمت المثل، أنت ظلمته، أنت ضيعت النكتة اللي المسيح عايز يوضحها. بالظبط، المعنى راح خلاص، التعليم اللي كان المسيح قصده انتهى.
تدخلت الناس في حاجات كده عجيبه ودخلت اما في يعني شويه ويوصل للملك الالفي يعني من مثل بسيط زي ده. المسيح عمره ما قصد المعاني دي، ودي واحده من قواعد التفسير. اسال نفسك الكاتب او سوري المتكلم كان بيقصد ايه، المستمعين فهموا ايه. عاده نجد الفكره الاساسيه موضحه في اخر المسيح. مثلا افتح متى 20 تلاقي الكلام ده واضح. متى 20 عدد 1 ل 16 مثل كلنا نعرفه اللي هو مثل ايه؟ ملكوت السماوات تشبه رجل من رب بيت خرج مع الصبح يستأجر فعل لكرم. ايوه ده بتوع الدينار اللي جم اول اليوم واخر اليوم قال له ما ربطكش. ايوه اتفق مع الفعل على دينار في اليوم. ايوه وارسلهم الى كرم. كلهم عارفين. خلينا نروح في الاخر كويس؟ ايوه في الاخر حصل عدد 16 بيقول ايه؟ ايوه لان كثيرين يدعم وقليلين ينتخب. في الناس اللي جم اخر اليوم قالوا احنا اشتغلنا النهار كله اديتنا دينار ودجن اشتغل ساعه واحده بس. هم اساسا كانوا بطلين يعني مش لاقيين شغل كويس؟ ده جه ساعه واحده بس تديله الدينار واحنا احتملنا حر النهار معاك. ها؟ ده زي مين؟ زي بولس واحد تعب واتهرب في الكرازة، وزي اللص اللي اتصلب مع المسيح. في مستوى ده خد الحياة الأبدية وده خد الحياة الأبدية. واخدين بالكم؟ طب ما فيش وزن للأعمال بقى ولا للخدمة؟ هنا بقى الأكاليل. هنا بقى الأكاليل. عشان كده يقول لك بولس في آخر حياته يقول لك أخيرا مضى عليه إكليل البر. شايفين هنا بقى؟ لا الله عادي يا جماعة، الله عادي، بس الفكرة في الحياة الأبدية كويس؟ فهنا عايز يقول حاجة، اللي جم في الأول واشتغلوا عملوا إيه؟ إيه كانت آخرتهم؟ اشتكوا على صاحب الكرم قالوا له أنت ظالم. أنت ظالم. تذمر. نهايتهم كانت وحشة. والناس اللي لغاية آخر لحظة كانوا بطلين مش لاقيين شغل خدوا الدينار ونهايتهم بقت كويسة. ياما ناس ابتدت مع المسيح كويس وفي آخر حياتها ابتدت تعمل إيه؟ تلطش، تشتكي على ربنا وتقول كلام مش كويس. واحدة كانت طول عمرها بتروح الكنيسة وبعدين يوم ابنها سابته في البيت، واد كبير يعني، وهو مش عارف بيلعب في الكهرباء، كان بيجرب حاجة فلمس الكهرباء وكت. هي رجعت في البيت لقته ميت. فقالت له قالت ربنا كده بقى انا رايحة لك بيتك واقعد ارنم لك واسقف لك وانت هنا ما تحفظليش ابني؟ لا يا عم انا مش عايزة اله زي آخرون يكونون أولون وأولون زي الست دي يكونون آخرون. الفكرة مش إنك تبتدي نهاية، بالظبط الفكرة إنك تكمل. ناظرين إلى نهاية. أشكرك، بالظبط انظروا إلى نهاية، ما قالش في البداية، ما قالش في النص، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. سوري. فانا عايز اقول انه لو انت شخص حقيقي انت هتكمل. الناس اللي مش حقيقيين مش بيكملوا. في تلاميذ كانوا مع المسيح لما سمعوا هو بيقول من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه، قال ازاي ده يدينا جسده ودمه؟ لا، من ذلك الوقت تلقوا كثير من تلاميذه وبقوش يتبعوه. راح بس كده للبطرس وقال له انت كمان روح، قال له لا بنسأل يا رب كلام الحياه الابديه. طيب المهم تلاقي الفكره انه نجد اخر الفكره الاساسيه موضحه في اخر المثل. طيب اذا افحص المثل بالتدقيق لتكتشف التعليم الاساسي المقصود منه، وحاول دور على
اذا انت ما لقيتش الفكره دي انت ما فهمتش المغزى من المساله. ناخد مثال لوقا 8 4 ل 15. ماذا تشير انواع التربه الاربعه؟ انواع النفوس. انواع النفوس لانه هو فسرها يقول لك الذين الذي وقع في كده هم الذين يصنعون ثم ايوه. فيبقى الزرع يبقى سوري التربه هنا هي ايه؟ الناس الذين يصنعون يعني انواع الناس. طيب ما هي الفكره الاساسيه التي بني عليها المسألة؟ الاستجابه للتعليم. اشكرك. انت انهي نوع من الناس دول؟ في اربع يعني الناس لما تسمع تعليم عن كلمه الله في اربع ردود فعل مختلفه. انت انهي واحد فيهم؟ ده هو الهدف الاساسي من المثل. امتحن نفسك، اسال نفسك، انت اللي بيسمع وينسى؟ تدخل تسمع وعظات، كيف وعظات، حب الوعظات، ها؟ تمخمخ والنهارده الوعظه بقى على مين؟ ده فلان ده انا بستناه، امتى يجي؟ طيب انت عملت ايه؟ ايه اللي انت طبقته؟ انت انهي نوع من الاراضي دي؟ الارض الجيده هو الذين يسمعون الكلمه فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالايه؟ بالصبر. بالصبر. بالصبر تقتنون انفسكم. لقد سمعت صبر ايوب. نعم. طيب ليه هنا ذكر الصبر؟ ايه الفرق بين الصبر وطول الامل؟ الصبر على فترة طويلة وطولة الأمل على أشخاص. يا سلام عليك. الصبر على الظروف الأشياء، طول الأناة على الأشخاص. عشان كده ما يقولكش طول أناة أيوب. أيوب كان عنده ظروف وحشة، يقول لك صبر أيوب. سمعته. لما يجي للخاطئ يقول له أم تستهين بطول أنا. أيوه بلطف الله وطول أنا. شايف الدقة كويس؟ وطول أناته كويس؟ غير عالم إن لطف الله إنما يقتدر بالطول. المهم وعايزين نقول إنه ليه هنا قال يثمرون بالصبر؟ لأنه الوقع في الشوك ده بيقول لك إيه؟ هموم الحياة. أيوه هموم الحياة دي ظروف غناها، ظروف لذتها، ظروف اللي وقع في الصخر ده ما عدد ليس له. ايوه في حين يؤمنون الى حين وفي وقت ايه؟ التجربه. ظروف صعبه بقى، واحد دخل المسيحيه اعلن ايمانه هنقتلك هنحرمك من الميراث انطرد من الشغل، كل دي ظروف صعبه محتاج ان هو يعمل ايه؟ يصبر. اللي عنده قلب صالح كويس التربه الجيده تصبر كويس. طيب الامثال القصصيه في روايات الانجيل، اكثر انجيل فيه امثال هو المثل. دايما مين اللي بيقول الامثال؟ مين كاتب سفر الامثال؟ سليمان الحكيم. بالظبط. اللي بيقول مثل ده شخص حكيم مش طبيب. لوقا طبيب بس لوقا اشكرك. ايه ميزه اليونانيين؟ الفلسفه. بص معايا، لوقا كاتب 19 مثل، اكتر واحد كاتب امثال. ليه؟ بولس الاولى 1:22 يقول لك اليونانيون يطلبون حكمة واليهود يطلبون آية. يعني ايه؟ معجزة. معجزة جاية برضو بمعنى علامة. يطلبون علامة، احنا عايزين علامات. ما هو قالوا له اي آية. ايوه عايزين تدينا علامة كويس؟ العلامة كويس؟ يعني ممكن تكون معجزة ساين.
أو ساين، هي فعلا جايه في كين جيمس بمعنى ساين، دينا علامه. يهود عايزين علامات، ايه العلامه ان انت المسيح؟ مين اللي كتب لليهود؟ متى. متى يجيب لك 56 اقتباس من العهد القديم، 56 علامه انه ده هو المسيح. انتوا عايزين المسيح؟ المسيح ده فيه ايه؟ العم يبصرون اهو. عشان كده دايما معجزاته يجيب لك اتنين اتنين، لاحظتوا؟ ليه ابننا بنسال نفسنا ليه متى يقول اتنين وليه له هيقول واحد؟ اتنين ده على فم شاهدين. هنا يجيب لك ابرص، هنا متى يجيب لهم ابرصين. هنا مشلول، مشلولين. ليه؟ عارفين كل المشاكل دي تتحل بالطريقه دي. خلاص؟ فلما اليهودي يسمع من اعميين او مشلولين، مش زي لو بنسمع من اعمى واحد او مشلول واحد. ليه؟ لانه اليهودي بيدور على نبوه. دي النبوه اللي ربنا اللي المسيح قراها لهم في المجمع لما دفع اليه سفر اشعياء، قال لهم روح السيد الرب عليا لانه مسحني بشر المساكين، مش كده؟ لابرئ وادي الحريه للمأسورين وكده، كويس؟ ولما تلاميذ يوحنا بعتوا له قالوا له هل انت هو ام ننتظر اخر؟ راح قال لهم ايه؟ في حد فاكر الرد؟ هو العمي يبصرون، العرج يمشون، و الصم يسمعون. دي كلها من اشعياء 61. ان المسيح لما نيجي هيعمل الحاجات دي كلها، وطوبى لمن لا يحصل فيه. بس في سؤال هنا، ازاي يوحنا اللي سجد للمسيح انت دايما وهو في فخر معانا في انا اعتقد ان هو كان علشان يثبت تلاميذه، مش غالبا مش هو نفسه غالبا غالبا غالبا. التفسير اللي انت بتقوله ده تفسير صحيح، مش لانه احنا بنحب ندافع عن يوحنا، لكن لانه هو قال لما قالوا له تلاميذك بيسيبوك وبيمشوا ورا المسيح، ينبغي يعني. قال لهم ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص، تلاميذه يزيدوا وتلاميذي ينقصوا. وقال لهم انا بفرح بكده لانه انا صاحب العريس. ده من له العروس؟ العريس. فهو لقى العريس جه والعروسه لسه متشلططه فيه. انا اروح اروح اشوفيه بالظبط. فعشان كده قال لهم يا جماعه ده هو المسيح، روحوا بالظبط. كويس؟ ليه؟ لانه ده شخص مملوء بالروح القدس من بطن امه.